سرقت الظروف طفولتهم وحملتهم مسؤولية الحياة باكرا. أطفال في الشوارع يتسولون لقمة العيش، يتسربون من صفوف الدراسة إلى مهنة أو صنعة تدر عليهم ما تيسر من نقود. ظاهرة عمالة الأطفال لا تسلم منها المنطقة العربية، وتعززها الأزمات والصراعات، وفي عمقها أطفال يحاربون أشعة الشمس وأخطار الطرقات والسيارات توسلا للمال. عمري 5 وأنا بجاور، أجي للساعة 5 الصبح ولا للستة، من الساعة 7 الصبح للساعة 7 بالليل، وأشتغل مبسوط بشغلي الحمد لله، قامت رزق الله مشان عايش أهلي. وآخرون يصبحون عرضة لمهن خطرة من دون تأمين أو رأفة، فيعرضون أجسادهم الطرية لقساوة العمل والظرف. بشتغل أطلع من الساعة 6 الصبح برجع الساعة 4 العصر. هؤلاء العمال الصغار يبلغون من العمر ما بين 6 سنوات و17 سنة، فالأطفال حتى 11 من أعمارهم تجدهم يتسولون في الشارع أو يمارسون مهام قد لا تناسب قدرتهم الجسدية. أبي بدي يعني أشتغل أجيب له مصاري هيك. أما الجزء الثاني فيتولى مسؤوليات أكبر، وتجده في الحقول والمصانع والمهن الأكثر صعوبة، فتكون مهامه أقصى. بدي أشتغل حتى أعمل بيه. تحب أنت يكون لأهلك المصاري؟ لا، أنا بحب أنا بس لأهلي أحسن. مؤلم أن يكون الطفل المعيل الوحيد لأسرته، لكن أن تتحول العمالة حقا في نفوس الأطفال فهذا أسوأ وجوهها. بالعكس أهلي بيقولوا نحطك بالمدرسة، أنا ما بحب أصلا كتير المدرسة، بحب بس أتوظف أشتغل بس. بدك تطلعي مصاري؟ إيه. هالقد بتعني لك مصاري؟ إيه، حب المصاري. وهذا أصعب التحديات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تعيد الأطفال إلى مقاعد الدراسة. بالنسبة لليونيسف نتأمل أن الأولاد ما يكونوا بالشارع ولا يكونوا فعلا مرتبطين بالعمالة، يعني هيدا الولد اليوم محله بالمدرسة، هيدي اليونيسف فعلا عم بتركز كل برامجها حتى الأطفال اللي موجودين بالشوارع، حتى الأطفال اللي عم يعملون في الشارع، أما بيعملون في الزراعة، أما في هيدا، يقدروا يرجعوا على صفوف المدرسة على أساس هي الطريقة الوحيدة لتحمي الولد. لكن مستوى المعوقات يرتفع كلما زاد الفقر وكلما زادت حاجة العائلات لعمل أطفالهم. نوقف من عمالة الأطفال هيدا شيء كتير صعب بكل العالم، على أساس اليوم شو بتعملي؟ بتقلين للأولاد يوقفوا العمل؟ وبعدين شو بتقدر تأملي أنت للعائلة؟ هل تقدر تأملي للعائلة الظروف الحياتية اللي بتسمح لهم يعيشوا بكرامة؟ عمل الأطفال له بيئة حاضنة لا تخضع للرقابة والتفتيش، وهذا ما ينذر باستفحال الظاهرة.